إذا قال لك يهودي أو نصراني إن القرآن وصف التوراة والإنجيل بأنها هدى ونور، فتوراتنا وإنجيلنا وقرآنكم سواء، فما جوابك؟ قل: على افتراض وجود توراة وإنجيل لم تحرف، فإن تلك الكتب السابقة على افتراض يقينياً أنها لم تصلها أيدي هؤلاء المحرفين، فإنها هدىً ونور في وقتها. أما بعد مجيء القرآن، بعد مجيء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد هيمن هذا القرآن على جميع الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فتنبَّه